فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذكر عليه الصلاة والسلام من الأعمال الفاضلة أن يعين الإنسان صانعا أو ضائعا، وأن يصنع أيضا لأخرق، والأخرق هو الذي لا ليس بصاحب صنعة، ليس بصاحب صنعة، فيعينه بتوجيهه وإرشاده وحثه على العمل، فهذا أيضا من الصدقة ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها من عباده. إذا لقيت شابا لا يعمل وليس عنده عمل وقلت له أنا عندي لك نصيحة، لو ذهبت إلى المكان الفلاني فيه عمل جيد وتعمل فيه وطريقة العمل كذا وكذا وتبدأ بكذا، تعطيه من الأشياء الخبرة التي يسرها الله لك وتفتح له بابا في العمل، هذا من أحب الأعمال إلى الله، لأنه جاء في سياق هذا الحديث أي العمل أفضل، فهذا عمل فاضل وعمل حبيب إلى الله عز وجل، فتح أبواب الخير للناس وأبواب العمل وأبواب اكتساب الرزق وتوجيه الشباب، وخاصة أن عدد من الشباب لا يجد عمل ولا يجد، فاحتساب في هذا الباب توجيه الشباب ودلالتهم وإرشادهم إلى الأعمال، هذه من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده.